السلام عليكم. الهند تقتل المسلمين، هذا عنوان واسم أطلقه شباب هنود مسلمون وسر صداه في العالم الإسلامي بعد مقطع مصور يظهر جنودا يرافقهم مصور صحفي وهم يعتدون بطريقة مروعة على شاب مسلم بعدما سقط جريحا بنيران قوات الشرطة في ولاية آسام. يتجدد الحديث عن استهداف ممنهج للمسلمين في الهند، وخصوصا بعد وصول رئيس الوزراء الهندي اليميني ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014. وتشير الأرقام إلى أن 90% من جرائم الكراهية التي شهدتها الهند في السنين الأخيرة هم مسلمون. تدفع هذه المعطيات إلى السؤال عن دوافع استهداف مسلمي الهند وعن سبب غياب أي موقف دولي جدي من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المسلمون في هذا البلد. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نسلط الضوء فيها على ما يواجهه مسلمو الهند وتحديدا في ولاية آسام من تمييز واعتداءات. يتعرض المسلمون في الهند بشكل ممنهج وفق خطط مدروسة إلى استهداف مباشر من خلال المضايقات أو التهجير أو سحب الجنسية الهندية أو القتل غير المبرر. فالهند اليوم يحكمها أسوأ أشكال الإسلاموفوبيا وأكثرها انتشارا بحسب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي أشار إلى أن نظام الفاشي هناك أطلق العنان للهلع والعنف ضد أبناء المسلمين، داعيا الأمم المتحدة إلى عقد حوار عالمي بهدف التصدي للإسلاموفوبيا. الحزب الحاكم في الهند تبنى مرة أخرى سياسات عنصرية وانتهج ممارسات وحشية وشرع في حملات تمييز ديني جديدة ضد مسلمي الهند من خلال تمكين بعض المجموعات المتطرفة بحماية القوات الحكومية لتنفيذ جرائم كراهية ضد المسلمين بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق، التي أشارت إلى أن ولاية آسام تشهد منذ أيام تهجيراً قسرياً لأعداد كبيرة من سكانها المسلمين بالقوة. أما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فقد استنكر ما يتعرض له مسلمو الهند وخاصة بولاية آسام من اضطهاد وعنف ممنهج، مطالباً حكومة نيو دلهي باحترام حقوق الأقلية المسلمة الدينية والاجتماعية والأمم المتحدة بإيقاف هذه الجرائم، فيما تصدر واسم الهند تقتل المسلمين في العديد من الدول العربية تنديدا بمشاهد تهجير عشرات العائلات المسلمة في ولاية آسام الهندية. وتساءل الناشطون عن دور الحكومات العربية والإسلامية في رفض الانتهاكات التي تمارسها القوات الهندية ضد المسلمين هناك. صحيفة ذوار الهندية قالت إن الشرطة ارتكبت جريمة مروعة في ولاية آسام ليستمر مسلسل الانتهاكات الجسيمة ضد المسلمين التي تعبر عن غطرسة الدولة، فيما أكدت منظمة الإحصاء الوطنية الهندية أن المسلمين في الهند باتوا عرضة لانتهاكات عديدة من قبل جماعات هندوسية متطرفة في ظل استمرار سياسة رئيس الوزراء الهندي المناهضة للإسلام. الانتهاكات والظلم والمجازر المروعة التي ترتكب ضد المسلمين حول العالم بشكل عام وفي الهند بشكل خاص لا بواكي لها، فهي تجري على مرأى ومسمع العالم دون أن يتحرك ولو بخطاب شجب أو إدانة، في الوقت الذي يتخوف فيه العالم من وصول طالبان إلى الحكم في أفغانستان حرصاً على حقوق الإنسان التي قد تنتهك بزعمهم، لكنهم لا يرون ما يجري فعلاً من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في الهند وبطريقة وحشية كان فيها صوت الرصاص هو الأعلى. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وأيضا معنا عبر سكايب من نيو دلهي الدكتور ظفر الإسلام خان، رئيس تحرير صحيفة ملي غازي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك من نيو دلهي دكتور ظفر الإسلام، في أي سياق سياسي داخلي يمكن قراءة التطورات الأخيرة في ولاية آسام الهندية التي طبعا الجميع راقب الاعتداءات التي واجهها المسلمون والتهجير الذي تقول تقارير أنه كان ممنهجا؟
بدون شك هذا الذي يجري في الهند ليس فقط في أسام ولكن في ولايات عديدة في الهند حيث يحكم حزب الشعب الهندي. فهذا الذي رأيتموه في الحقيقة هو لأن فيديو بشع جاء أمام العالم، فظننتم أن هناك أشياء أو غير عادية تحدث في الهند، ولكن الذي يحدث في الحقيقة هو يعني آلاف المرات أكثر من هذا الذي شاهدتموه. الذي يحدث هنا هو اضطهاد وتهميش منهجي من قبل الحكومة الهندية، لأن الحكومة الهندية في الحقيقة هي حكومة حزب الشعب الهندي الذي يتبع سياسات الكراهية، كراهية المسلمين وكراهية المسيحيين أيضا، يعني الاثنين، ولكن بما أن المسيحيين قلة بسيطة جدا تقريبا 2% من سكان الهند والمسلمون 15%، فالمسلمون هم المضطهدون بصورة خاصة، وأيضا لأن الدول الأوروبية تتدخل دائما عندما تكون الأقلية المسيحية معرضة للاضطهاد، فهم إلى حد ما في 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 مأمن من هذه الإجراءات، بينما المسلمون كما قلتم لا بواكي لهم. فهناك اضطرابات مستمرة ليس فقط في أسام، في أسام في الحقيقة أسام يعني القضية هناك خاصة جدا، حيث أن أثيرت هناك منذ أوائل السبعينات قضية البنغلاديشيين الدخلاء. هذه حقيقة أن هندوسا من باكستان الشرقية بعد التقسيم سنة 1947 جاءوا إلى أسام وإلى البنغال أيضا، ثم بعد حرب بنغلاديش في سنة 71 أيضا هندوس جاءوا بنغلاديشيين أو بنغاليين إلى أسام وإلى البنغال. في البنغال هم اندمجوا، ولكن في أسام لم يندمجوا، لأن هناك تقريبا شريعة أخرى أو إرق آخر يتحدث بلغة أخرى هي الأسامية. فبدأت النداءات في أوائل السبعينات بإخراج هؤلاء، وبدأوا يقومون بعمال العنف وكونوا ميليشيات وما إلى ذلك، وقتلوا من أعمال العنف الذي قاموا بها مذبحة نيلي NELLI نيلي في أسام في سنة 73، قتلوا فيها في ليلة واحدة 3000 مسلم بنغالي يعني، وما وغيرها كثير في الحقيقة، ولكن هذه من الوقائع الكبرى التي لم يعني يحدث فيها يعني لم يأخذ الضحايا الإنصاف ولم يحصلوا على تعويضات ونسيت القضية. فأقدت بعد ذلك معاهدة بين الحركات التي كانت تحتج بين الحكومة الهندية على إجراء إحصاء للبنغاليين الذين جاءوا بعد 71، يعني قالوا مارس 71 هو الخط الفاصل بين الذين جاءوا قبل ذلك وهم هنود، إنما الذين جاءوا بعد مارس 71 هم دخلاء. ولكن هذا الإحصاء لم يتم منذ ذلك الوقت سنة 45 أو 44 74 أو 75 أعتقد لم يتم أي إحصاء، إلى أن جاءت حكومة آسام يعني حزب الشعب الهندي فاز هناك أيضا. يعني هو في الحقيقة عندنا نظام ولايات، في كل ولاية فيها حكومة وفي انتخابات وفي مجلس تشريعي في كل ولاية. ففي ولاية آسام قبل 6 سنوات فاز حزب الشعب الهندي فأحيا هذه القضية، ولكن أراد أن يوجهها إلى المسلمين فقط، فظل يقول أن البنغاليين المسلمين هم الدخلاء، أما الهندوس لا فليسوا هم الدخلاء. وقاموا بإحصاء، ربما سمعتم عنها، قبل سنتين جاء الإحصاء بإخراج تقريبا 2 مليونين من البنغاليين من القوائم الجنسية الهندية، وكانت غالبية هؤلاء من المسلمين، فوق يعني تقريبا 1,200,000 كانوا مسلمين، والبعض الآخر كانوا من الهندوس وغيرهم. فهنا لما وجدوا أن 500,000 هندوسي أيضا ضمن هذه القائمة من الذين يتم
سيتم طردهم. نعم. غيروا قانون الجنسية وقالوا أن غير المسلم الذي يأتي من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش ستعطى له الجنسية الهندية. هذا في الحقيقة كان باب خلفي لإدخال هؤلاء الذين تم تشخيصهم بأنهم بنغاليين أو بأنهم دخلاء لإعطائهم الجنسية الهندية، بينما لا تعطى الجنسية للمسلمين. المسلمين خارجين كما قلت، يعني القانون قال غير المسلمين الذين جاءوا يأتون من دول معينة. طيب. فبعد ذلك أيضا قالوا أن قانون الجنسية سوف يطبق في كل الهند، ففهمنا هذا أن هذا يعني إخراج عدد كبير من المسلمين من قائمة الجنسية. يعني لو قسنا نفس ما تم في ولاية أسام، في ولاية أسام 34 مليون هذه السكان الولاية، ففي الهند لو تم نفس الشيء، لو قاموا بتنفيذ نفس الخطة في الهند كلها، معناها أن 20 إلى 30 أو 40 مليون مسلم سيفقدون الجنسية الهندية. هذه الجزئية سنبحثها معك الدكتور ظفر الإسلام يعني. نعم. بعد قليل بشيء من التوسع، لكنك أتيت على محطات تاريخية مهمة تخدم الحديث في هذه الحلقة، وهنا أبني على ما تفضل به الدكتور ظفر الخالي. أسألك دكتور محمد، يعني هو عرض محطات تاريخية متعلقة بالقضية، هل ثمت، حتى نفهم حقيقة ما يجري في الهند أكثر، هل ثمت جذور فكرية لهذه القضية، لهذا الصراع الدائر، لهذه يعني النزعة التمييزية ضد المسلمين في الهند؟ بالطبع. اسمح لي بداية أن أحيي صديقنا وأستاذنا الدكتور ظفر الإسلام خان، يشاركنا هذه الحلقة من نيودلهي. التمييز ضد المسلمين في الحقيقة لم يبدأ في عهد الجمهورية، بل بدأ مع 1857 كمحطة بارزة مع الثورة الكبرى، لأنه شعر المحتل البريطاني بأن المسلمين هم التهديد الحقيقي للحكم الاستعماري في الهند، وبذلك دفع بفئات أخرى منهم بعض الهندوس إلى الأمام، وبدأ يتراجع دور المسلمين تدريجيا. مع بداية القرن العشرين كان هناك نشأت منظمات هندوسية مسلحة كانت تعتدي على المسلمين، وكان هناك دائما اضطرابات ومشاكل كثيرة جدا، وهذا كان من الأسباب الأساسية اللي دفع بمجموعة مسلمين الهند بالتفكير بأن يكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم. فيما بعد نشأت بنغلاديش وباكستان. إذا التمييز هو لم يبدأ مع هذه الحكومة، التمييز قديم جدا وله أشكال مختلفة، وينبع من فكرة أساسية اليوم، وأنه المسلمين أخذوا حصتهم من الهند بإنشائهم بنغلاديش وباكستان، وبأنه هذه الدولة ما تبقى من الهند يجب أن يكون خاص بغير المسلمين. وهذا التفسير يخرج حوالي 200 مليون مسلم من فكرة أنهم مواطنين وأن هذه أرض آبائهم وأجدادهم، وبالتالي كان هناك سياسات تمييزية كما ذكر دكتور ظفر الإسلام ممنهجة. وإذا نظرنا إلى الإحصاءات اليوم في الهند نجد على سبيل المثال بأنه المسلمين وفق الإحصاءات الرسمية تقريبا 16%، لكن وجودهم مثلا في الجيش، في قوى الأمن، في الخدمة المدنية، في المراكز الحساسة لا يزيد عن 2% أو 2.5%. حتى أن هناك في تقارير حكومية من أهمها تقرير ساشر، وهو واحد من أهم قضاة الهند في المحكمة العليا، الذي أصدر تقريرا تفصيليا بالمعلومات والوثائق والأرقام عن شكل هذا التمييز وكيف يعالج. إذن ما نبحث اليوم في عموم الهند هو هذه الحالة الواسعة من التمييز الذي يريد أن يحول المسلمين، مسلمي الهند أبناء البلد، إلى غرباء في وطنهم. لكن بالعودة إلى موضوع أسام لها خصوصية أعقد من باقي الهند، لأنه يختلط فيها القومي مع الديني مع الاجتماعي، وأعتقد أنه في هذا الموضوع تفصيل كثير. طيب أيضا سنرجع إلى هذا، لكن هناك فريق من المراقبين دكتور ظفر الإسلام يتحدث عن أن ما يحصل الآن في أسام تحديدا هو ليس قضية ممنهجة ناتجة عن سياسات مبدئية
للحزب الحاكم بهارتيا جاناتا بقدر ما هي محاولة لصرف انتباه الهنود أو لتجميع الهندوس حول الرئيس بعدما أخفق في إدارة البلاد، لم يستطع أن يحسن الوضع الاقتصادي للهنود، أخفق في إدارة أزمة كورونا التي هددت البنية الصحية تماما في الهند. إلى أي مدى ترى وجهة هذا الربط؟ هذا صحيح في الحقيقة. الأسس الفكرية لكراهية المسلمين موجودة منذ زمان، ولكن بعد مجيء هذه الحكومة سنة 2014 حكومة مودي يعني أصبحت هي تقريبا سياسة غير معلنة للدولة. أو زمان كانت نفس السياسة أيضا تعمل في مختلف المجالات، ولكن بدون يعني لم تكن سياسة حكومية. الآن هي سياسة حكومية ولكن غير معلنة، لأن طبعا الحكومة لا تستطيع أن تعلن، ولكن هي تطلق العنان لمنظمات وميليشيات ومجموعات مسلحة لتقوم ما تريد، يقتلون المسلمين على الهوية على الطرق ويهدمون مساجد، يهدمون بيوت المسلمين. كل هذا يجري في الحقيقة ولكن بصمت لا يلقى أو لا يجد صدى في الإعلام العالمي. الأمر الخاص الآن هو أن كما قلتم أن هذه الحكومة فشلت على كل الميادين فشلا ذريعا، في سواء في الميدان الاقتصادي أو في الميدان السياسي أو سواء في مواجهة الصين التي احتلت أراضينا المزيد من أراضينا في السنة الماضية فشلوا فيها، مواجهة الكورونا فشلوا فيها، فتقريبا هم فاشلين في كل شيء. هم أغضبوا كل جيران الهند، سريلانكا غاضبة من الهند، بنغلاديش غاضبة من الهند، نيبال غاضبة من الهند، طبعا باكستان من زمان غاضبة من الهند. فهم في الحقيقة فاشلين في كل شيء، والانتخابات في 5 ولايات هندية قادمة في بعد شهور، فهم كلما يكون هناك انتخابات يوججون هذه الأشياء أكثر. يعني هي موجودة على الساحة ولكن قبل الانتخابات، والقصد هو عمل استقطاب حاد بين المسلمين والهندوس، وإيحاء للهندوس بأن الحكومة أو حكومة مودي أو حكومة حزب الشعب الهندي هذه الحكومة تحميهم من بطش المسلمين. يعني يصورون كأن المسلمين عندهم مؤامرة، وأن المسلمين هنا في الهند يجدون مساعدة وأموال من الدول العربية إجبار الهندوس على اعتناق الإسلام. هذا كله كذب، ولكن الكذب عندما يردد يعني آلاف المرات في اليوم بعض الناس يصدقونه. فهذه العمليات يعني هي تصبح تتعجز أكثر قبل الانتخابات. فالآن هي هذا هو السبب المباشر لهذه الطفرة في الحوادث، وليس فقط في أسامة التي رأيتموها ولكن في مختلف أنحاء الهند. طيب دكتور محمد، عودة لموضوع البعد الفكري في القضية، يعني إلى أي مدى هناك نخبة من المفكرين ومن الكتاب سواء من الناحية التاريخية أو حتى راهنا يتبنون قضية خطاب رفض الآخر سواء كان مسلما أم نصرانيا أم غير ذلك؟ يعني الحقيقة أنه الموضوع بدأ في البداية حول تشكيل الهوية الهندوسية، لأنه كان مطلوب أن يكون هناك مضاد للهوية الإسلامية. لأنه إذا نظرنا إلى الهند الاستعمارية أو الهند اللي كان يحكمها الاستعمار، نجد بأنه الكتلة الصلبة الكبرى في الهند هي المسلمين، أما الهندوس هم في الحقيقة أتباع أديان مختلفة لا يشتركون في إله ولا في كتاب ولا في أعياد ولا حتى في طقوس. فإذا تم تجميع هذه الأديان المختلفة تحت عنوان واحد وهو الهندوسية. وأظن أنه الهدف الأساسي الاستعماري الأساسي هو وضع الهندوسية بمقابلة الإسلام، وبالتالي التأجيج الفتن الداخلية بين الطرفين. وانتقل الموضوع من تعزيز الهوية الهندوسية إلى أنه هذه هي أرض الهندوس، وبالتالي المسلمين هم عبارة عن غرباء. وكان طبعا هناك منظرون كثر لهذا الأمر، أبرز الحركات القومية اللي تم إنشائها في بداية القرن العشرين هي منظمة المتطوعون الهنود المعروفة اختصارا بالRSS،
وهي بالمناسبة أم هذه التنظيمات تقريبا أغلبها، وحتى الحزب الحاكم اليوم بي جي بي، وينضم إليها كثير من الساسة الهنود. الفكرة الأساسية لهذه المنظمة هي تحويل الهند إلى وطن للهندوس، إلى وطن هندوسي، واعتبار كل ما هو غير هندوسي هو دخيل ويجب أن يغير هويته وأسلوب حياته حتى يندمج وينسجم مع الهوية الهندوسية. وكثيرا ما استخدموا العنف لتطبيق هذه الأفكار، وهو يريد من هذه الأفكار أن يحول المجتمع الهندي اللي كان له أفكار وأديان وتوجهات ولغات مختلفة إلى حالة موحدة متماسكة تستطيع أن تقول بأن هناك دين أو حالة فكرية ذات هوية مختلفة. وبالمقام الأول هو شعر أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بوجود خصم أو عدو، فأوجد عدوين: العدو الخارجي باكستان، والعدو الداخلي فيما يبدو المسلمين. ولذلك نرى دائما في تحريض مستمر على المسلمين وشيطنة للمسلمين، واختراع كثير من القصص مثل بسموه جهاد النكاح، وأنه محاولة إكراه الهندوس على الإسلام، وأنه هناك في مؤامرة كونية من أجل تغيير هوية الهندوس. طبعا في تفاوت ودرجات مختلفة لهذه الفكر ولهذه المرجعية. طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل أعود إليك دكتور ظفر الإسلام، يعني حقيقة تحدثت وضيفنا الكريم في الاستوديو عن قضية هناك سياسة ممنهجة وهناك رغبة ومخطط لتحويل الهند إلى بلد خاص بالهندوس وطرد المسلمين والأقليات وحتى المسيحيين من البلاد، لكن ألا ترى أن هناك نوع من المبالغة؟ يعني 7 أعوام وهو يحكم ناريندرا مودي، 7 أعوام يحكم البلاد، ومع ذلك يعني لم يسمع العالم عن أحداث كثيرة، يعني لم يهجر مسلمون كثر، لم ترتكب جرائم إبادة. هل هناك خفاء لهذه الأحداث أم هناك نوع من المبالغة في التعاطي مع هذا الحدث؟ لا، في الحقيقة ليست هناك مبالغة، ولكن لابد أن تعرف أن الهند سوق كبيرة جدا. يهم الدول الغربية وأمريكا بالذات أن لا تغضب الهند، لأن الهند تشتري أسلحة بمليارات، والهند سوق كبيرة جدا للبضائع الأمريكية والأوروبية والفرنسية وما إلى ذلك. هم لا يريدون إغضاب الهند من جهة، وإذا الهند أصبحت الآن خصوصا في السنوات الأخيرة حليف تقريبا استراتيجي لإسرائيل ولأمريكا، والآن دخلت في الكواد مع أمريكا وبريطانيا وأستراليا. طيب دكتور ظفر الإسلام، يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، يعني أنا معك بالتحديد، سأبحث موضوع الموقف الدولي بعد الفاصل وسأبدأ معك، لكن هاي أنا أتحدث عن قضية في الداخل، داخلية داخل الهند. يعني لم نسمع عن قضايا التهجير، قضايا إبادات في خلال 7 أعوام، فكيف يتفق أن يكون مخطط البلد هو تحويلها إلى بلد خاص بالهندوس وطرد المسلمين منها؟ ألا يعني قد يأتي بعض المشاهدين ويقول أن ربما في شيء من المبالغة في هذه السردية؟ لا، ليست هناك مبالغة في الحقيقة. لابد أن تفهم أن الإعلام الهندي، القنوات الكبرى، تم شراؤها تماما. 90% من القنوات الهندية أصبحت ببغاء للحكومة، تقول بل هي يعني تزيد على الحكومة، يعني تزايد على الحكومة. كل يوم في الحقيقة يجدون قضية ضد المسلمين، سواء أرض، سواء جهاد النكاح، جهاد كذا، هم يسمون أي شيء يقوم به المسلمون هو جهاد. أن المسلمون عندهم مؤامرة، وأن المسلمون كانوا يريدون أن ينشروا الكورونا في الهند. فهذا موجود، وربما الناس في الآخر يرون أن عندما تقوم القنوات الكبيرة تقول هذا الكلام ربما هناك حقيقة. ولكن لابد أن أقول أن الصحف المحترمة، سواء نيويورك تايمز، سواء واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ايكونوميست، جارديان، هذه مليئة، البي بي سي، موقع البي بي سي مليء في الحقيقة بتفاصيل هذا، سواء ما يتعلق بقتل المسلمين، سواء الاضطرابات، سواء الاضطرابات الكبيرة التي شهدناها هنا في دلهي في فبراير من سنة 2020.
ففي الحقيقة هذا موجود، ولكن الحكومات في الحقيقة يعني هذا موجود على المستوى الإعلامي النزيه في الحقيقة، يعني هذه الجرائد أو المواقع التي قلتها هي نزيهة، فهذا الذي أقوله ربما أكثر من هذا موجود على مواقع بي بي سي مثلا أو الواشنطن بوست أو التايم ماجزين مثلا، يعني هي خرجت عن المعهود وكشفت هذه الأشياء، ولكن الحكومات لا تهتم بهذا لأن مصالح الحكومات مع الحكومة الحالية. نعم. طيب ما زال في الحديث بقية تأتيكم بعد هنيها إن شاء الله. أسعدكم الله، وهذه عودة لاستئناف الحديث عن تجدد مسلسل استهداف مسلمي الهند. دكتور ظفر، انتهيت معك وسأبدأ معك من جديد، يعني المصالح كما تفضلت هي ما يحكم مواقف الدول، وهي ما يؤخر إصدار أي بيان شجب أو استنكار لهذه الانتهاكات وأعمال التنكيل التي يواجهها المسلمون في الهند. لكن هذه المبالاة إلى أي مدى يمكن أن تؤدي دور الحاقن بالنسبة للسلطات الهندية نحو ممارسة مزيد من الانتهاكات ضد المسلمين برأيك؟ في الحقيقة الحكومة الحالية ماضية قدما لتقوم بهذه الأشياء بصورة قانونية ودستورية، وهي تريد من جهة أصدرت قبل سنتين قانون الجنسية أو عدلت قانون الجنسية القديم، عدلت كما قلت لكي يتضمن المهاجرين من غير المسلمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، فهم هم جربوها في آسام وأخرجوا تقريبا 2 مليون من قوائم الجنسية، وبعد ذلك أرادوا أن يعملوها أن يجروها ينفذوها في كل أنحاء الهند. ف بعد ذلك قامت مظاهرات هنا، مظاهرات تاريخية لا أظن أنها حدثت في أي مكان في العالم، 3 شهور آلاف من المظاهرات تقريبا في كل المدن الهندية وحتى مدن صغيرة، في بعض الأحيان عدة مظاهرات في بلد واحد في مدينة واحدة، ليل نهار، ليس 3 ساعات 4 ساعات ولكن ليل نهار 3 ساعات، إلى أن جاءت جائحة الكورونا، ملايين من الناس تتصدرهم المرأة المسلمة بصورة خاصة، خرجوا في كل أنحاء الهند ضد هذا القانون الجديد، لأن كان معناه لو نفذ إخراج تقريبا 20-30-40 مليون من المسلمين من قوائم الجنسية، لأن الأوراق التي يطلبونها هم يطلبون أوراق معينة مثل شهادة الميلاد غير موجودة عند معظم الهنود، شهادة تخرج من الثانوية غير موجودة عند معظم الهنود، يريدون شهادة تملك الأراضي غير موجودة عند غالبية الهنود، فهم اشترطوا على أن يثبت الناس أنفسهم أنهم هنود أو عندهم جنسية هندية أن يبرزوا هذه الأوراق، فعملوا هذا الباب الخلفي للهندوس، الهندوسي الذي ليس معه هذه الأوراق سوف يأتي ببيان موقع من محامي أو كذا بأنه جاء من باكستان ومن بنغلاديش ومن أفغانستان تعطى له الجنسية، بينما المسلم قانونا ممنوع من هذا، فكان معناه يعني تقريبا إخراج 20-30-40 مليون مسلم من الجنسية، بما أن أي من الدول الأجنبية لن تأخذ، حتى 1000 لا تأخذ بنغلاديش أو باكستان، فمعناه داخل البلد سيكون هناك جيش من المسلمين 20-30 مليون يصبحون زي البدون في بعض دول الخليج أو زي مثل
الفلسطينيين في لبنان، يعني بدون أي حقوق، لا تستقبلهم المستشفيات الحكومية، ولا يستطيعون أن يدخلوا أولادهم إلى المدارس الحكومية، لا يمكن أن يحصلوا على وظيفة حكومية. فيعني كان معناه يعني تهميش هؤلاء بصورة لا ندري. وأنت تتحدث طبعا عن هذه كلها، يعني يظهر أنه قانون، ولكن نعم. هو قانون ظالم في الحقيقة. نعم. فهذا يعني هكذا تريد هذه الحكومة، إصدار مختلف القوانين. طيب. يظهر أنها قانون بينما هو قانون ظالم وجائر. وهم يقولون عندما تخرج هذه الحكومة أو يتم انتخابها نعم. من جديد بعد 3 سنوات، 3-24، طبعا أنت تتحدث دكتور أن يكونوا أكملوا هذه الخطة. طبعا تتحدث عن 30-40 مليون، يعني تتحدث عن ربع المسلمين الهنود في الهند الذين يخضعوا بحسب ما تفضلت به إلى سياسة تجهيل وإقصاء من المجتمع. دكتور محمد، يعني إلى متى يمكن أن تبقى قضية المصالح بين الدول عائقا دون إصدار موقف دولي مما يحصل في الهند؟ والهند ليست دولة صغيرة، دولة كبيرة ووازنة في العالم. يعني السياسة الهندية عموما كانت تريد دائما أن تفرغ الشخصية الإسلامية من مضمونها، ولذلك ركزوا على لغة الأردو على سبيل المثال، على المظاهر الإسلامية، على أنه المجتمع الإسلامي في الهند ألا يكون له قيادات فاعلة ذات أدوار ريادية ومهمة في المجتمع. ولذلك هو يريد عمليا أن يطمس الهوية الإسلامية، يتحول الإنسان المسلم إلى شخص يمارس الطقوس الهندوسية وليعتقد ما يريد في قرارة نفسه. على مرور أجيال يمكن أن يتحول الإيمان الغيبي إلى ميراث باهت ثم ينتهي. هذه هي الخطة، لأنه فكرة إخراج 200 مليون مسلم ورميهم في دول الجوار سواء في باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا أو حتى دول الخليج، هو أمر غير مطروح وغير ممكن. عملياً هذا يسبب يعني عملياً ممكن التحقق هذا عملياً؟ ما هو البديل اللي هو اختاره من يقف وراء هذا المخطط؟ أن يفرغ الهوية الإسلامية من أنفس مسلمي الهند ليتحولوا بعد جيلين ثلاث إلى مسلمين بالاسم، أما في المضمون يكون هو سلوكه كبقية الهندوس أو لا ديني، وبالتالي ينتهي هذا التهديد. بالنسبة للدول الإسلامية يجب أن تدرك بأنه ما يحصل في الهند هو لا يتصل فقط بالأخوة الإسلامية، بل هو تهديد خطير جداً لكياناتها، لأنه إذا استمر هذا المعدل وهذه الوتيرة من اضطهاد مسلمي الهند، معنى ذلك بأنه ممكن أن يحصل هناك اضطرابات داخل الهند نفسها. يعني نتكلم مثلا عن 200 مليون مسلم، فلنفترض أنه واحد بس بالألف من هؤلاء قرر أنه مثلا يحمل السلاح وأن يقاوم، ما الذي سيحل في الهند أو المجتمع الهندي بالعموم؟ أو أنه مثلا من 200 مليون مسلم قرروا 10 مليون مثلا أنه يهاجروا، أين سيذهبوا؟ إلى دول الخليج، إلى إندونيسيا، إلى بنغلاديش، إلى باكستان؟ هل ستقبل هذه الدول؟ إذن سيكون هناك أيضا أزمة لاجئين، سيكون هناك مشاكل على المستوى الدولي عويصة، لا نعرف أين ستتوقف كرة الثلج ومن سيتضرر جراء هذه الأفعال. اليوم إحنا زعماء الهند بغض النظر عن سياستهم بيقوموا بهذه الممارسات، يستقبلوا استقبال الأبطال في كل من البحرين والإمارات والسعودية، كل الدول الإسلامية تقيم معهم علاقات بمنتهى الود وكأن شيئا يعني لا يحصل ولا يحدث. بالنسبة لهم مسلمي الهند غير داخلين في المعادلة تماما، كما ذكرت إذا كان مسلمين الهند بالنسبة لهم لا يشكلون أي رقم في هذه المعادلة، يجب أن ينظروا إلى المستقبل، مستقبل هذه الدول، مستقبل دول الخليج، مستقبل إندونيسيا، الباكستان وبنغلاديش، وأن يأخذوا إجراءات حقيقية تري الحكومة الهندية ومن يؤيدها أنه أي مساس بوضع مسلمي الهند
سيشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الدولة الهندية، وبالتالي يجب التوقف عن هذه السياسات فورا وتعديلها إلى مجتمع أكثر انفتاحا، مجتمع أكثر انسجاما يتقبل المسلمين الهند كأبناء لهذا البلد الكبير. طيب دكتور ظفر، يعني في الداخل الهند الحكومة والحزب بهارتيا جناتا اليميني الذي يحكم البلاد ليس وحيدا في واقع الأمر. صحيح أنك قلت أنه سيطر على 90% من وسائل الإعلام في الداخل، لكن هناك ليبراليون، هناك علمانيون، هناك مثقفون وأساتذة جامعات وكتاب في الهند يعارضون هذه السياسة التي حقيقة تنشئ تصدعا داخل المجتمع الهندي. السؤال هو ما الوزن السياسي للأصوات المعارضة لتوجهات ناريندرا رئيس الوزراء الحكومة ناريندرا مودي؟ نعم، هذه حقيقة أن هناك ليبراليون وهناك علمانيون وهناك منصفون من الهندوس الذين يعارضون هذا، ولكن هم كل في الحقيقة كل صغيرة جدا، ليس لهم صوت كبير. أما الأحزاب السياسية التي كان يمكن أن تعارضها فتم أيضا يعني هذه الأحزاب أيضا يعني الآن تؤمن بهذه السياسة، سياسة الكراهية المسلمين تقريبا أصبحت دخلت تقريبا إلى كل الأحزاب. هذه الأحزاب تريد أصوات المسلمين ولكن لا تتحدث للمسلمين، لا تحتج لما يحدث للمسلمين. هذا تقريبا كل الأحزاب ربما باستثناء الحزب الشيوعي فقط. حزب الشيوعي نعم يرفع صوته لكن هو حزب صغير ربما له 10 أو, 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 أو كذا في البرلمان، ليس له ثقل كبير. أما كل الأحزاب الأخرى فهي تتغاضى، لا تقول شيئا، بما في حزب المؤتمر الذي هو ثاني أكبر حزب بعد حزب الشعب الهندي. فيعني هذه يعني السياسة وهذا البروباغندا الدعاية التي كانت تقوم بها هذه الحركة منذ زمان، ليس من الآن، منذ سنة 1925 أصبحت تقريبا داخلة إلى السياسة الهندية، وتقريبا كل الأحزاب الآن بدأت تؤمن بهذا ولو بصورة يعني غير معلنة، بعضها تعلن، البعض يعلن، نعم هذا صحيح، ولكن البعض الآخر لا يعلن، ولكن من الناحية العملية هم يؤمنون بها ويقومون بها ويبعدون المسلمين. هم يريدون فقط أن يصوت المسلمون لهم ولكن هم لا يرفعون صوتهم عندما يحدث مثلا هذه واقعة أسام. مثلا هناك سكوت تام في الحقيقة ما عدا الحزب الشيوعي وبعض الأصوات الليبرالية والألمانية، هناك سكوت تام، كان شيء لم يحدث. الذي نراه في الخارج في الحقيقة أكبر بكثير مما نراه هنا داخل الهند. طيب دكتور محمد، يعني تحدثت قبل قليل عن الدول الإسلامية، هل يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة نوع من اللوبي الإسلامي، يعني الدول الإسلامية مع الدول العربية لخلق نوع من التوازن في العلاقة مع الهند ودفعها باتجاه تخفيف حملتها على المسلمين؟ في الحقيقة أنا غير متفائل على الإطلاق بهذا الاتجاه، لأنه إحنا الدول الإسلامية تواجه مشاكل خطيرة في بنية الدولة وفي داخل هذه الدول. مشكلة سوريا مثلا، مشكلة من قبلها مشكلة فلسطين، مشكلة اليمن. المنظومة العربية والإسلامية أصبحت عاجزة إلى درجة أنها غير قادرة على حل أي مشكلة من هذه المشاكل، وبالتالي فكرة أن هذه الدول ستجتمع لتأخذ موقفا قويا مما يجري في الهند هو أمر يعني صعب التحقق في ظل ما نرى اليوم. لا يوجد شواهد عليه. اليوم إحنا عندنا منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة عاجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لم يسبق لها أن تدخلت ولو لمرة واحدة لحل مشكلة واحدة. إحنا عندما ننظر إلى أقدس مقدسات المسلمين اللي هو مثل المسجد الأقصى وما يحصل فيه من تهويد وإقامة صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، ولا أحد يحرك ساكنا، ما حصل للشعب السوري، ما حصل في ليبيا، ما يحصل في اليمن، لا يوجد أحد يمد يد المساعدة ليتدخل ويحل مشكلة من هذه المشاكل. وبالتالي إنه هذه الدول تهرع وتذهب لإنقاذ مسلمي الهند هي مطالبة بكل ذلك، عليها مسؤولية أخلاقية ودينية وقومية وإنسانية،
لكن التنبؤ بإمكانية حصول ذلك قريبا هو أمر غاية في الصعوبة. طب قد يسأل سائل، نفهم أن مصلحة أمريكا والمجموعة الدولية مع الهند مرتبطة بقضايا سياسية، بقضايا تحجيم النفوذ الصيني، بقضايا تجارية، لكن يعني أين تكمن مصالح الدول العربية والإسلامية في الصمت عن الهند؟ يعني ليست لها مصالح حقيقية تدفعها إلى الصمت عن هذه الأفعال؟ لا، هي الدول العربية والإسلامية دول متشاكسة، أحياناً بيكون مصلحتها بالإضرار بدولة إسلامية أخرى، وبالتالي تدخل الهند على هذا الخط، سواء تستخدم العلاقات مع الهند لإضرار بدول إسلامية أخرى أو للتنافس معها. والجانب الاقتصادي في هذه العلاقة هو جانب غاية في الأهمية، خصوصاً أنه الأنظمة اللي بتحكم الدول الإسلامية اليوم هي اسمها أنظمة إسلامية، لكن لا أدري إلى أي مدى يحكم سلوكها السياسي وبالذات في العلاقات الدولية الإسلام أو الأخوة الإسلامية. أعتقد أنه لو كان هذا شيء موجود كان رأينا تأثيره في قضايا كثيرة. طيب دكتور ظفر الإسلام، تحدثت قبل قليل عن نقطة حقيقة مهمة، أن الأحزاب السياسية تريد من المسلمين أن تدر لها أصواتا انتخابية، يعني تحلبها حلبا بدون أن تقدم لها منفعة حقيقية. طيب ما الذي يمنع من تنظيم المسلمين صفوفهم كي يؤسسوا للوبي انتخابي يحافظ على الحد الأدنى من مصالح المسلمين، أو على الأقل يدفع الضرر عنهم؟ لا، المشكلة هنا أن المسلمين ليسوا موجودين في مكان واحد ما عدا كشمير. كشمير تقريبا، وادي كشمير المسلمون هم أكثرية، في غير ذلك المسلمون منتشرون ومشتتون، ليس لهم. نعم هناك بعض الدوائر فيها أغلبية للمسلمين أو فيها نسبة لا بأس بها للمسلمين، ولكن هم ليسوا موجودين في مكان واحد. الأماكن التي هناك تواجد جيد للمسلمين هناك أحزاب سياسية صغيرة، مثلا الرابطة الإسلامية في شمال كيرلا، هناك تقريبا ينتخبون ثلاثة من النواب من تلك المنطقة المسلمين. في جنوب آسام أيضا هناك حزب إسلامي ليس بالاسم، ولكن AUDF هو يعني جبهة فيها أيضا هندوس، ولكن هو بزعماء إسلامية، هم أيضا ينتخبون 2 أو 3 من النواب دكتور المسلمين. معذرة دكتور ظفر الإسلام، يعني أنت تعتقد أن البعد الجغرافي أو توزع المسلمين على جغرافيا واسعة في الهند عائق حقيقي، أم أن العائق عدم وجود إرادة وقيادة للمسلمين؟ لا، هذا عائق حقيقي في الحقيقة. عندما في معظم الدوائر عندما تكون نسبة المسلمين 10-15 أو حتى 20%، بينما الآخرين هم 80%، فهذا الحزب حزب الشعب الهندي يعمل على استقطاب، هو يعمل على استقطاب 80% حتى من 80% 40-50% منهم لو وقفوا مع حزب الشعب فمرشحهم ينتخب ويفوز. لكن دكتور هذا يعني لو المسلمون تكتلوا انتخابيا، يعني هذه النسبة 15% أو 10% أو 12% ربما تلعب دورا فارقا في الأحزاب المنافسة لحزب الشعب الجمهوري، وبالتالي تملك لوبي انتخابي وقدرة تأثير في القرارات. لا، كما قلت أنا في الحقيقة كل الأحزاب السياسية الآن أبعدت المسلمين عن العملية السياسية، هم يريدون فقط أصواتنا وليس أكثر من ذلك. زمان كانوا يتحافتون لنيل رضا المسلمين، ولكن سياسة حزب الشعب الهندي في كراهية المسلمين وفي شيطنة المسلمين يعني تقريبا سادت الآن وفازت، فليس من الممكن للمسلمين أن يكونوا حزب كبير أو يكونوا تحالفات. هناك في الحقيقة هناك يعني جهود موجودة من هذا النوع، ولكن الكراهية التي أصبحت الآن الكراهية التي وصلت إلى تقريبا كل بيت هندوسي، هذه الكراهية يعني تحول دون قيام شيء من هذا النوع الذي كان من الممكن بالحقيقة، كان من الممكن، ولكن في الجو الحالي الآن مستحيل. طيب دكتور، سؤالي الأخير لك وألتمس منك الاختصار، هل ترى أن الأوضاع في الهند بالنسبة للمسلمين تتجه نحو الأسوأ، أم ثمة نافذة أمل يمكن أن ترفع هذا الحيف عن المسلمين في الهند؟ في الحقيقة المسلمون الهند الآن تعلموا أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى الله، يعني هم الآن
يعني تركوا الاعتماد على الحكومة أو الأحزاب السياسية، فهم معتمدين الآن، المسلمون يتجهون إلى التعليم، إلى التجارة، إلى الحرف. فإن شاء الله أنا مؤمن بأن بعد 20-30 سنة سنرى أن المسلمين سيصبحون قوة كبيرة. زمان كانوا يعني يبحثون عن وظائف في الحكومة أو في القطاع الخاص، ولكن الآن هم تعلموا أنه لابد أن يقفوا على أقدامهم بأنفسهم، وخصوصا بالحصول على التعليم، وأيضا الدخول في الزراعة، عفوا التجارة، وإقامة مشاريع ولو كانت صغيرة. فالآن المسلمون يتجهون إلى هذا. طيب الدكتور، الآن تحدثت عن أن الدول العربية متشاكسة، ولا أمل يرتجى بالنسبة لوجهة نظرك في المرحلة الراهنة على الأقل في تجميع أو تكوين موقف عربي وإسلامي لمخاطبة الهند من أجل مصالح المسلمين في الداخل. الآن تنتشر دعوات حقيقة في العالم العربي مثل مقاطعة البضائع الهندية، وسم حقق المركز الأولى بين قوائم الوسوم على تويتر في عدد من الدول العربية مقاطعة البضائع الهندية. هل ترى أن هذه الدعوات يمكن أن تحدث نوعا من الأثر؟ لا أدري، لست متيقنا من ذلك، لأنه بالمقابل الدعاية الهندوسية هي قوية لدرجة أنه يمكن أن تستخدم هذه المظاهر من التعاطف لتأجيج مزيد من الكراهية ولإقناع غالبية الهندوس أن هناك مؤامرة إسلامية كونية على الهندوس بهذا المعنى، وبنفس الوقت يكون تأثيرها قليل على الأرض. يعني أنا بقدر طبعا مشاعر كل من يتبنى هذا الأمر وتعاطفه وأنه يريد أن يؤثر في الواقع، لكن لا أدري إلى أي مدى ذلك ممكن يكون مفيد أو مؤثر. الأسلوب المؤثر والمفيد هو أنه الدول الإسلامية الكبرى كلها أو بعضها يذهب إلى اتجاه واضح وسياسة واضحة مع الحكومة الهندية بأنه ما يجري على الأرض هو غير مقبول ويجب أن يتوقف، يجب أن يتعامل أن يعامل المسلم الهندي كمواطن في بلده، مصون كرامته يأخذ حقوقه. يعني لا يمكن أن يكون على سبيل المثال نسبة المسلمين حسب الإحصاءات الرسمية 15% أو 16%، بينما نسبتهم في البرلمان لا تزيد عن 10%. هو دائما في كل البرلمانات الأقليات بيكون وجودها أكبر من نسبتها الفعلية من أجل ضمان ولائها للبلد. إلا في الهند نجد أنه في نسبة المسلمين في البرلمان أقل من نسبتهم في السكان حسب الإحصاء الحكومي. إذن هناك في مشكلة خطيرة، يجب أنه هذه الدول تستغل علاقتها الاقتصادية والسياسية مع حكومة الهند لإقناعها بتغيير سياستها. أما ما نراه من فعاليات فأنا لا أستطيع أن أحكم على مدى جدوى. أشكرك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين. معي في الاستوديو الدكتور محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الهندية نيودلهي الدكتور ظفر الإسلام خان، رئيس تحرير صحيفة ملي غازيت. كل الشكر الأكبر لكم على حسن المتابعة. دمتم في حراسة الله.